السيدة أم عمر تتفضل. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه، ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ. يا الله رب. الله يعز حضرتك يا رب. فضيلة الشيخ، أنا عايزة أسأل حضرتك على حاجة. أنا وحماتي على طول في مشاكل. طيب، حماتي على طول عاملة لي مشاكل. متجوزة معاملة. من كام سنة؟ بقالي 5 سنين متجوزة. لسه يعني، لسه حديثة الزواج. احنا عندنا لغاية 6 سنين 7 سنين لسه حديثة الزواج. إيه، أنا كنت متزوجة قبل جوزي دوت. قعدت 3 شهور وانفصلت. وبعديها بحوالي سنة اتجوزت زوجي اللي أنا معاها ده حاليا. طيب، حماتي كل مشكلتها إن هو إزاي ياخد لي مطلقة. طيب، على طول ما تكهلي زلة يا فضيلة الشيخ. بيتهمك إيه؟ بيتهمك على طول ما على طول ما تكهلي زلة يا فضيلة الشيخ. احمدي ربنا إن ابني خدك وأنت مطلقة. طيب، وبرغم كده انا مطلقه وانا عندي 19 سنه، انا صغيره مش كبيره. هي حماتك دايما لما بتتكلم بتبقى قاعده في اليمين ولا في الشمال؟ عامه في اي مكان يعني، مش مركزه. طيب، اعتبري ان الودن اللي انت بتتكلم فيها حماتك مقفوله. طيب، اقول لحضرتك على حاجه. اسمعيني، طيب بس اسمعيني بس. ماشي. اسمعيني ماشي، سامع حضرتك. انا مع طول عشتي وطول خبرتي في الارشاد الزواجي، القصه ما بينك وبين حماتك مش القصه ما بين بنت وامها، ولا واحده صغيره وواحده كبيره، هي القصه ما بين 2 ستات. كل الاتنين الستات دول ليهم طريقه وتفكير في الحياه، فهي تفكيرها ان هي انا عايزه لابني احسن حاجه، وانت تفكيرك ان انا احسن حاجه، فانتوا الاتنين ماسكين في بعض. الحل اعتبري كلامها مش موجود. ليه؟ طيب، انت لما تعتبري كلامها مش موجود، انت ايه اللي هيحصل؟ هتقدري تتعامل مع جوزك براحه. لو اعتبرتي ان كلامها موجود، كل ما جوزك يعمل حاجه تقولي له ما دوت اللي قالته لك امك. فالراجل يبقى راجل محترم ومالي مركزه، وانت فجاه حولتيه الى ابن امه. طب ما هو يزعل، هو اصلا مش راضي عن طريقه امه. انت دلوقتي عايزه ايه؟ هي ليه بتعمل معايا كده؟ بتعمل معاكي كده لانها شخص مختلف عنك. بس بتعمل معاكي كده عشان هي شخص مختلف عنك وبس، ونقطه. مش بتعمل كده عشان بتذلك، ولا بتعمل كده، هي شخص مختلف عنك، معاييرها غير معاييرك. انا لما الاقي واحد بيحب اكله ولا بيحب تصرف ولا بيعمل كذا، لازم اخلي الشخص ده يعمل اللي في ذهني. هي مش هتغير دماغها، يعني هي مش هتغير دماغها، ولو هتغير دماغها مش هيبقى منك انت، ولو هتغير دماغها منك انت يبقى انت محتاجه تعملي عمل استثنائي عشان هي تحبك وتسمع كلامك. مفهوم؟ اما وان انت ما عملتيش العمل الاستثنائي ده، ان انت تخليها تحس ان انت بنتها الغاليه عليها، خلاص تعملي ايه؟ كلامها وكانك لا تسمعيه. ليه طيب؟ لان عدم سماعك لهذا الكلام وعدم تاثرك بيه هيخفض سوء معاملتك معاه، وهيخليكي تدخلي في مكارم الأخلاق. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى اللي هيحصل، أنا تدرج، أنا ما قلتلكيش دلوقتي روحي احسني إليها. أول درجة كأنك مش سامعة الكلام خالص. تاني درجة بعد كده إن أنت تشوفي إن هي السبب في خلفة جوزك دوت اللي أنت متجوزاه، وربنا سبحانه وتعالى جمع بينكم وربنا اكرمكم بالاولاد، فايه اللي حاصل؟ فتبتدي تحسني اليها وتكلميها بالراحه وتقعدي تفهميها وتقربي منها، فتحس ان انت فعلا شخص طيب، فتغير نظرتها فيك. اذا بهذا التدرج هو ده اللي هنمشي فيه. خلاص يا ستي، هو دي الطريقه اللي انا شايفها هي انجع طريقه وافضل طريقه في التعامل مع الحموات في هذه الحالة، مش مع كل الحالات، في هذه الحالة اللي حضرتك بتكلميني عنها.